الله. طب احنا مش هنتكلم على صور بس، احنا عايزين حكاوي يعني اكتر. طب احنا هيبقى معانا صور وغيره، بس احنا عايزين نسمع منك اكتر استاذ محمد. احنا النهارده هنجيب حاجه جميله جدا، ان احنا هنتكلم ان شاء الله على تاريخ النادي الاهلي من اول بطوله 1982 الى اخر بطوله خدناها 2013. هنتكلم بالسرد كده ما بين بعض الاهداف، ما بين بعض الصور، من بعض النادي الاهلي، الاهداف زي الفرحه، كل ما يخص بطولات وتاريخ بطولات النادي الاهلي في افريقيا من 1982 الى اخر بطوله خدناها ان شاء الله 2020 ان شاء الله 2013 اللي احنا يلا بينا يلا بينا اتفضل. شوف هنبدا 1982. كانت كنا احنا في 1981 كنا قريبين جدا ناخد البطوله، وصلنا دول قبل النهائي وكنا خلاص هناخد البطوله. دي صوره كويسه ان احنا بنتكلم، دي صوره النادي الاهلي وهو في استاد كوماسي وحامل اول بطوله في تاريخ النادي الاهلي، بطوله 1980. وكان في ماتشين، ماتش هنا وماتش هناك. الماتش الاولاني كان هنا في استاد القاهره 3-0، الكابتن الخطيب جاب هدفين والكابتن علاء مايوب جاب هدف. جميل. ورحنا هناك هم تقدموا بهدف وتعادل الكابتن الخطيب بايه ب1-1 وحملنا الكاس. انا هنا ده الجورنال جايب الاهلي يتعادل مع بطل غانا 1-1، ده المباراه الثانيه. انا جاي هنا جميل قوي ان الجورنال والمجله جايبه الصوره والناس وجمهور الاهلي بيحتفل هنا في المطار في انتظار نادي الاهلي وهو جاي من غانا. دي اول بطوله في تاريخ النادي اهو، لسه بنقول جماهير الكره تهد طريق المطار. كانت عدد غير مسبوق لاول بطوله في تاريخ النادي الاهلي في افريقيا 1982. الخطيب بطل، يقول لك بطل الاهلي وافريقيا، احرز الهدف في كتوكو. هنا الناس كانت خارجه بتحتفل بمصر والاهلي والكابتن الخطيب اللي احرز الجون، اللي كنا احنا قلقانين قوي لان كان نزل الرئيس بتاع دوله غانا ارض المطار بالهليكوبتر وروح للجمهور بالخمسه ان هم هيكسبوا الاهلي 5. كنا احنا خايفين، كان في ساعتها سحر وشعوذه وحاجات زي كتير. لكن الاهلي طبعا في افريقيا معروفه من زمان، وهنقول القصه دي في البدايه. احكي لنا على قصه هو ممكن فعلا يحصل كده؟ ممكن، كل شيء موجود، كان زمان اعتقادات يعني. الاهلي بطل ابطال افريقيا. ادي الجون الجميل، كابتن خطيب الكوره في الهواء مسقطها فوق الجون اللي كان لابس كاب ساعتها، كان ظريف قوي ساعتها كنا احنا بنتفرج على الاهلي وكان الجون بتاع كوتو كان لابس كاب. والجون الثاني من اروع الاجوان برضه هنشوفها ان شاء الله، ان من ناحيه اليمين بص الجون ده في اول بطوله هنا، ده كان الماتش الاولاني على استاد القاهره، وادي الجمهور العظيم جمهور مصر والنادي الاهلي قاعد بيشجع الاهلي اللي بيحمل اسم مصر. ده الجون الهدف الاولاني. الهدف الثاني من الاجوان النادره الجميله الحلوه. هنا بقى الجون ده من كابتن مصطفى عبده من اليسار لكابتن علاء مايوب في السقف الجون على طول. ده الجون الثاني. الله. ده الجون الهدف الثاني. كابتن علاء مايوب اللعيب الجميل الجنتلمان الجميل اللي كان خط نص ما فيش كده يعني. ده 1982. والغريب هنا كابتن مصطفى عبده كان في الناحيه اليسرى من ناحيه مش ناحيه اليمين، غير من مركزه. الجون ده بقى يعني هنشوف اجوان بعد كده من يعني كابتن خطيب، يعني جون غير عادي من اجوان الكتيره المحترمه الجميله اللي فيها مهاره وحرفنه. شوف ازاي هياكل اللعيب ويعدي كل ما من رجليه وباليسار في الزاويه الضيقه. يا حلو. حاجه يعني ده بتقول جول غير عادي. هو كابتن بيبو كان عنده اي جول عادي قبل؟ شفت له قبل كده جول عادي؟ لا كل الاجوان فيها مهاره احترافيه مش طبيعيه طبعا. شوف الكوره في اضيق لاعب على يعني لاعب يعدي او الزاويه القريبه، وازاي الانحناء وهو بيجري من الفرحه والانبساط. كان الجون الثالث واغلب ماتش الكابتن الخطيب بيلعب وهو مصاب. ده ماتش الثاني بقى هناك. ده الماتش الثاني هناك. كابتن مختار من اروع الاجنحه اليساريه في مصر في تاريخ النادي الاهلي، وازاي كابتن الخطيب كان عنده اصرار يتابع الكوره وياخدها ويركنها. والجون ده عمل صدمه هناك في كوتوكو طبعا، في وسط جماهير. وكوتوكو دي قبيله اسمها الاشانتي، قبيله الاشانتي وكوتوكو قبيله معروفه جدا في غانا الى الان. فبطوله عزيزه جدا وكانت جميله، وهي فتحت الباب بعد كده ان الاهلي ياخد بطولات كثيره. بعديها خدنا بطوله كاس افريقيا، ها، بس ابطال الكؤوس بقى ثلاث مرات 84 و85 و86 ها. لكن هنا بقى كابتن مصطفى عبده هو رافع كاس افريقيا ومعاه الاستاذ عبد الاحد جمال الدين وزير الشباب والرياضه الاسبق طبعا. ها، واستاذ كمال الدين حافظ. كابتن مصطفى عبده نفس الشكل لحد دلوقتي يعني بنشوفه على القناه يعني ما اتغيرش خالص. دي صور مختلفه من كام بطوله اللي الاهلي خدهم. واحنا بنتكلم انا عملت بودكاست حلوه كده
يعني المفروض هنتكلم على ابطال الدوري بس، لان انا جبت كمان ابطال الكاس في وسطيهم. اوكي. ها؟ يعني ازاي ابطال الكاس بقى؟ احنا 84 كان ويندي، 85 لفنتي، 86 سجاره الجابوني، ها؟ ازاي الاهلي قدر من 81 برغم انه ما كملش قبل النهائي، نقول من 82 ياخد اول بطوله لغايه 87 يوصل نهائي. اوكي. ورا بعض، كل دي بتحكي قصه النادي الاهلي مع بطوله افريقيا، ها؟ بطل الدوري او الاهلي البطل وثابت على على كاس افريقيا. ماتشة جميله، ها؟ شوف هنا طبعا. شوف هنا ازاي مصر كانت بتتابع النادي الاهلي. كابتن مصطفى عبده ده ماتش ايه؟ اهو هنشوف بالاهداف ثلاثه، ده اكيد ماتش سجاره الجابوني. احنا كسبنا هنا ثلاثه وهناك يعني مجموع المباراتين 3-2. كان قبليها دي ماتشة مختلفه ما بين كانون ياوندي، وبعد كده لعبنا مع الفنتش النيجيري، وبعد كده مع سجارة الجابوني. قبل ما هنرجع بعد كده ابطال الدوري اللي هو 87 بعد كده. كابتن سبحان الله في تاريخ النادي الاهلي فعلا حاجه عظيمه ان حراس المرمى دي الاهلي بيبقى ليهم سبب رئيسي في انتصار النادي الاهلي. طبعا كابتن شوبير، كابتن ثابت البطل، صحيح. ها كابتن اكرامي، التاريخ بيقول الكابتن دلوقتي كابتن محمد الشناوي، يعني فعلا حارس المرمى عنصر اساسي جدا في بطولات النادي الاهلي. الحمد لله على مدار كمان التاريخ احنا الاجوال بتوعنا دايما الجول كيبرز يعني دايما ممتازين. طبعا احسن من بعض. جول الاهلي وجول منتخب مصر، يعني مفيش كل يعني حراس مرمى كانوا بيحرسوا الاهلي حتى لو جول منتخب مصر. دي ماتش اللي بعد الاهلي كان بيلعب بره مصر. ها؟ ما بين الفنتس النيجيري، ما بين سجاره الجابوني، ها؟ والهلال السوداني لما تعادلنا هناك 0-0 وكسبنا هنا 2-0 87. كل دي بعض اللقطات من بعض الماتشات، وكل مكسب من مجموع لقطتين 2-1 3-2. ها كنا بنحافظ لان كانت المباراه ساعتها ده ماتش مع كانون ياوندي في 1984. مين اللي بيشوطها؟ مجدي عبد الغني. كابتن مجدي عبد الغني. الكابتن شوبير كان نجم، كابتن شوبير كان نجم النادي الاهلي في 84 و85 ثابت البطل. اه كابتن شوبير هيصد دلوقتي، ها، وهو كان من احد اسباب فوز النادي الاهلي بالبطوله دي. دي بطوله 84 كانون ياوندي. 1-0 هنا 1-0 هناك. هنشوف هنا ازاي يعني بتلعب هناك على ارضهم. انا مش شايفه اللعيبه فمش عارفه احدد عندنا مين. معلش بعيد شويه بس. ده ما بين، لا من عندنا، انا عايز اعرف. يا سلام كابتن شوبير، شوف الكوره دي راحه في اقصى الدوري وجابها ازاي، خدت ايديه والعرضه وطلعت. كابتن شوبير يعني لا لا، النادي الاهلي عظماء طبعا، عظماء يعني في كل مركز، في كل مركز، صحيح، من الجون لراس الحربه في كل مركز في عظماء، وفي كل جيل، وفي كل طبعا طبعا. لا سيستم ماشي ولعيبه في كل مجال بيجوا غيره، دي غيره جميله، غيره كرويه، عايزين يقلدوا الجيل اللي قبليهم، يجيبوا بطولات اكتر، يبقوا احسن، يشرفوا ناديهم. ها احنا كده اتكلمنا عن بطولتين لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي احنا ماشيين بالترتيب حلو. احنا 84 اللي احنا كسبنا فيها كانون ياوندي، ها، اللقاءات كان 1-0 هنا 1-0 هناك، لعبنا ضربات جزاء كسبنا بتألق الكابتن احمد شوبير. جميل. احنا كده ماشيين بالترتيب ما بين دوري وكاس، مش دوري بس. اوكي. يعني صح. الدوري 82 87 2001 2005 6 8 12 13 ان شاء الله 2020 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. فلو لو دخلنا بقى وجينا بعد كده هنخش بقى 85 فرقه الفنتش النيجيري، كانت فرقه قويه جدا. طبعا. واثنين هنا وواحد هناك، سجاره ثلاثه هنا واثنين هناك، مجموع لقاءين. ده ماتش الفنتش النيجيري كان ماتش صعب جدا جدا جدا. وهنا النادي الاهلي كابتن ربيع ياسين، جوهره السوداء الجميل، كابتن احمد رمضان، كابتن احمد مجدي عبد الغني، وكابتن الخطيب، نجوم تتلألأ في سماء افريقيا. هو نجوم النادي الاهلي، لو احنا اتكلمنا عن الاهلي نجوم تتلألأ. الجيل ده يخض اي حد بيلعب ضده. طبعا طبعا، كل جيل وليه ناسه، كل جيل وليه رجاله اللي بيشرفوا، وقبل ما بيشرفوا الاهلي بيشرفوا مصر. اكيد. عشان كده النادي الاهلي هو يعني اسمه في افريقيا غير طبيعي،